المحل بخمسة دولار. هنبدأ جولتنا النهاردة بالمحل بخمسة دولار. يلا بينا ندخل على المحل. زي ما انتوا شايفين هنبدأ ندخل على المحل. داخلين على المحل. يلا بينا نبدأ. الكونتر دي ده برضو بخمسة دولار زي ما انتوا شايفين كده. حاجات حريمي بخمسة دولار. دي الطواقي الطاقية بخمسة دولار. القميص ده بخمسة دولار. طبعا دي بجمع الالوان زي ما انتوا شايفينها كده. التيشيرتات دي يعني بخمسة دولار. ده من ارخص اماكن يعني ممكن تعمل شوبن في الوقت الحالي للكريسماس للهدايا. دي تيشيرتات الفلالين دي يعني بخمسة دولار. ده عليها تخفيضات 50% قبل الكريسماس. دي ادوات موبايل. ده محمول الكفرات. ده السماعات على 50% اوف. ده الكفرات سماعات. ده حاجات حريمي شرابات والطوائي على مونيكير. دي حاجات للحمام للدليفة الشامبوهات حاجات لتغطية الشعر زي ما انتوا شايفين. ده البخور. البخور بجمع انواعه زي ما انتوا شايفين كده. دي الشرابات. التلات شرابات بخمسة دولار. كان في علبة واحدة. وفي خمسة بخمسة دولار. الواحد بدولار. عاملين وده عشرة شرابات بخمسة دولار. ودي بيجامات نوم حريمي. مناطيل الواحد بخمسة دولار. ودي روايح الواحدة بخمسة دولار. بس يعني مش الروايح الأصلي يعني. بس هي بتقضي الغرض بالنسبة للهدايا. بخمسة دولار الريحة دي. دي بخمسة دولار زي ما انت شايف اللي انا ماسكها دي بخمسة دولار. مهيش ماركات يعني بس هي بتقضي الغرض. ودي برضه اللي انا ماسكها دي بخمسة دولار تومي. ده برضه لسه احنا في قسم الروائح. كل ده قسم الروايح. دي رجال وحريمي. وده مونيكير للصوابع بخمسة دولار. تيشيرتات برضو بخمسة دولار. ده مونيكير.
ده شباشب ب$5 دون تقريبا في للبيت، شباشب للبيت، شنط زي ما انت شايف، الشباشب $5، بزلنا ده قسم الحريمي، حاجات حريمي دي. $5 زي ما انتوا شايفين كده التمن. ده كريمات يد، كريم يد ب$5، وفي ب$4 وفي ب$1. ده السكشن بتاع الكريمات الحريمي ده، روايح، مكياجات زي ما انتوا شايفين، علبة المكياج دي ب$5. ما زلنا في قسم الروائح. ده صوابع الروج ده ب$2 الواحد. كل ده احنا لسه في قسم الحريم المكياجات. ده حاجات للقطط والكلاب، بيعملوا لهم هدايا برضو للكلاب دي، يعني فرش للكلاب، ودي شامبوهات للكلاب، ودي يعني اصحل للكلاب. ده قسم الحيوانات للكلاب والقطط. ده ألعاب للكلاب، دي شيلات أو خدانيات بتتحط على الانترهاد ب$5. دي يعني بقصات تحط فيها الريموت كنترول، الادوات اللي انت حاجه اللي انت عايز حطتها. ده المفارش دي ب$5. دي بلاي ستيشن، كسب البلاي ستيشن. ده قسم السماعات، اي سماعة دي ب$5. احنا لسه فيها جميع انواع السماعات دي ب$5. السماعات دي يعني السماعة اللي انا ماسكها دي ب$5 زي ما انت شايفها كده، بلوتوث. $5 السماعة دي فيها جميع الأنواع زي ما انتوا شايفينها كده. فيها كل الألوان. ب$5 برضه السماعات دي يعني. كل دي السماعات دي ب$8 البلوتوث دي، يعني دي عليها تخفيض ب$3.
وزلنا لسه في قسم الأدوات الإلكترونية. الحاجة اللي انت شايفينها دي يعني ب$5 وعليها تخفيض ب$3، كل ده قسم سماعات. $5 السماعات دي. كفرات للأيباد شرجت محمول حامل التلفونات $5، سكرين بروتكت زي ما انتوا شايفين كده، كفر الايباد ده، قسم الايفون 11 الكفر بتاعه ب$5 وده الجلاس بروتكت، طبقة الحماية للتليفون دي يعني $5، ده كفر ده ب$5 زي ما انت شايفين دواني. ده للايفون 12 برضو البروتكت بتاع الازاز ب$5، وده الكفر بتاعه ب$5. جميع انواع الكفرات زي ما انتم شايفينها كده ب$5 للايفون 12 برو. ده الكيس ده ب$5 زي اللي انا ماسكه ده ب$5. احنا لسه برضو في الاكسسوري بتاعت الايفون، مستلزمات الايفون، وده الايفون 6 و7 و8، ده برضو نفس الطريقة البروتكت الجلاس والكفرات بتاعته. ده الإليفن برو، ده الغطيان بتاع ده الكفرات، احنا كده بنعمل جولة سريعة. ده تقريبا السامسونج جالاكسي برضه نفس البروتكتر، السكرين بروتكتر والكفر بتاع السامسونج، ده البروتكتر الجلاس شاشة الحماية. الايفون 12 برو كل الكفرات دي ب$5. شايفين كده ب$5. ده السماعات ب$5، السماعات دي سماعات بلوتوث. الهاتسات ده فيها بالبلوتوث يعني دي السبيكرات 5 5، ده سبيكر ده اللي انا ماسكه ده ب$5 زي ما انتوا شايفينه كده ب$5 السبيكر ده. وده ميكروفون ممكن تسجل على ميوزك، تعمل على ستريمين، ده ب$5. ده
شاحن، ده الأدوات اللي تشارجع الشحنات بتاعت التلفونات، USB، وفي وايلرز، وفي بلوتوث. زي ما انتوا شايفين كده احنا لسه في قسم الشاحنات اللي تشارجر. ده باور باند لو انت مسافر ولا حاجة. ده تشارجر عربيات. بنعمل نبذة بس مختصرة يعني في المحل. ده ميكروفون برضو ب$5، ممكن تعمل به تسجيل صوتي. برضو السماعات. ده قسم شوكولاتات تقريبا، برضو ده قسم كريسماس، $5 الحاجات دي يعني. دي التيشيرتات $5. تيشيرتات دي يعني تقريبا، وبيجامات للكريسماس ب$5. الحاجات دي شتوي زي بيجامات الدفاية كده. ده كريسماس في بدلار، حاجات بدلار بالمحل ده زي ما انتوا شايفين. ديكورشنات بيجامات، تيشيرتات حريمي طبعا. كل ده حاجات حريمي. تيشيرتات زي ما انتوا شايفينها كده، وده ورق بتلف بالهدايات. ده بتاعت باسكت بول. ده برضه لسه زي ما انتوا شايفين كده. ده أطفال، حاجات أطفال للكريسماس، هدوم. ده للكريسماس. دي كروتة، ده أطفال زي ما انتوا شايفين، ملابس للأطفال. $5 التيشيرتات دي. دي بطاطين ب$5، بطاطين دفايات أطفال. وده لعب أطفال. قسم حلقة الشوكولاتات ده، احنا لسه ما زلنا ماشيين في المحل. ده حمل التلفونات، دي كل ده حبلات للتليفون.
$5 الحمالات، حامل للتليفون ده، لايت ده، ال دي لايت دي، حاجات كهرباء المنزلية. ده التلاتة دول $5 لو الدور مقطوع، الحاجة بتستعمل بس. دي أدوات كتابات للطبخ وأنواع كتير يعني من الكتب. دي كل دي شوكولاتات زي ما انتوا شايفينها بجميع الأنواع. دي أدوات مدرسية، دي ألوان للمدارس للطلبة، دي كراريس ألعاب أطفال، كل ده لعب أطفال. ما زلنا احنا لسه في قسم زي الأدوات المدرسية كده، كتبات زي ما انتوا شايفين الكراريس كده. دي هنا أطباق رسم بألوان المية، الأطباق اللي انتوا شايفينها دي يعني ممكن ترسم عليها. احنا في ادوات الرسم، كل دي حاجات للرسم. دي لايف جاكيت لو الحمامات، لو الطفل بيستحموا في الحمام السباحة ولا حاجة. دي يعني ألعاب مائية، مسدسات مائية دي يعني الواحد $5 المسدسات دي زي ما انتوا شايفينها. كل دي ألعاب مائية. ده في قسم الألعاب، ألعاب الأطفال. أدوات ترفيهية، ده ألعاب برضو ترفيهية دي. دي أدوات حماية لو أنت بتركب عجل ولا حاجة، دي الطاقية للحماية، كل ده حاجات للحماية للأطفال. ده لو بتلعب بوكس، ودي حماية للركب لو بتلعب دي كور للتنس. الكرة دي $5. دي الطواقي دي يعني $5، والشال ده كوفية بخمسة. دي أزايز مية تريح الجيم. دي جوانتات، دي كريمات، ملتزمات للحريمي، أدوات حريمي دي يعني. دي هدوم حريمي بيجامات. الطواقي دي والشيلان دي $5.
كان حلاقة، وده كلور أدوات تنظيف. وبعدين حلاقة دي الشمع بالروائح، بيبقى شم شكله حلو وتشم ريحته حلو قوي. دي يعني بقرود بلاستيكية. $5 دي ورود زينة بس بلاستيك مش حقيقي. شكلها اللي يقول طبيعي الورود دي انا، بس هي بلاستيك مش حقيقي. ودي كانت جولتنا النهاردة في المحل، حاولنا ناخد جولة سريعة كده، وحاولنا نشرح بمختصر كل ما هو موجود في المحل، لان برضو كان المحل زحمة. وياريت ان انا شرحت على قد ما اقدر الحاجة اللي موجودة في المحل. وانا كده خارج بعد ما عملنا جولة سريعة للمحل، ورايح اخد العربية بتاعتي، ولا لا بقلع بقى الماسك زي ما انتوا عارفين، لان ممنوع ندخل لازم بالماسك. وكده قلعنا الماسك ويلا بينا همشي بقى على العربية. وزي ما انتوا شايفين المحل هو ورايا 5 بلو، يعني اقل من $5 زي ما انتوا شايفين كده. وانا ماشي رايح اخد العربيه بتاعتي من الباركن، وزي ما انتم شايفين المحل ورايا اهو 5 بلو، يعني حاجات فيه اقل من $5. وانا ماشي في الباركن اهوني بتاع العربيه على اساس اخد العربيه بتاعتي. ودي كانت اخر جولتنا النهارده على 5 بلو. وياريت لو الفيديو يعجبكم ما تنسوش، وخلونا على التواصل في حلقة جديدة من كريسماس شوبين.